اولا برحب بقناه الاهلي عندي، ودي مش جديد عليا، وده يعني بشكر ربنا عليه وبشكر النادي الاهلي، وده شيء يشرفني انا وتاج على دماغي يعني وعلى كل جماهير النادي الاهلي. اما للتشجيع، التشجيع انا بادئ تشجيع وانا طفل صغير، كنت بروح ورا والدي يعني الله يرحمه، كنت بروح مع الماتشات. فلو حبيت هتقول العدد بدون حسد يتعدى ال 55 سنه داخل جدران النادي الاهلي، فعاصرت اجيال واجيال واجيال، وعاصرت مشجعين عظام كتير يعني. التشجيع بقى خد معانا صولات وجولات، احنا الجمهور اللي يعني ايه مش بنشكر في نفسينا، اللي عاش الماساه وعاش المعاناه ورا النادي الاهلي. كانت المباراه بالنسبه لنا تتعدى اليوم وزياده، يعني تخش في يومين من 4 الفجر تتواجدي في محطة مصر عشان تركبي القطار الساعة 6 توصلي المدينة اللي انت رايحاها في حدود 1 الظهر، نخش المباراة الساعة 3 الظهر، وبناء عليه تخلص 5 نستنى القطر الساعة 10 أو 11 نرجع مصر في حدود 2-3 بالليل. ده كان بسبب مباراة كرة ساعة ونص. قيسي على كده بقى دمياط واسماعيلية والمنصورة واسكندرية وكفر الشيخ، كل ما فيش بلد الا ما سايبين فيها الحمد لله اثر طيب باسم جماهير النادي الاهلي، وهي دي جماهيرية النادي الاهلي. طبعا كان معانا بقى حسين عفيفي ومعانا جزرة، شباب بقى كان طالع بعدينا، وكان في رفعت ربنا يديله الصحة، وكان في عادل الفلاح عليه رحمة الله، حسني مبابة عليه رحمة الله، الأخ عثمان محمد ده كان أكبر مننا، كان في رمضان، كان في حسن، في أسماء كتير لو قعدتك يعني مش هديهم حقهم بأمانة، بس عشان يعني بنوصل لحاجات معينة لجمهور الأهلي العظيم الحالي اللي لا يتعدى 5 ساعات يروح ويحضر ويحضر المباراة ويعودة ما بتقضيش 6 ساعات. النهاردة عربيات مكيفة وأكل وشرب وتمام التمام، وبيخش الملعب ويطلع ياخد الأتوبيس المكيف، ما تاخدش معاه 6 ساعات. مثلا كانت الفنانة العظيمة ربنا يديها الصحة الفنانة نجاة، كان ليها كوبليه وأنا حضرت الحفلة دي وغنينا معاها، قلبنا الكوبليه بتاع ده قلبناه بالنادي الأهلي، وهي يعني مشيت معانا في الكوبليه ده. كانت الحفلات بتتعمل في استاد التتش، ففي كوبليه اللي هي بتقول حبيتك يا حبيبي، احنا بنقول حبيتك يا اهلي من غير ما اسال سؤال، وهشجع الاهلي مهما طال الزمان حبي، وهكذا رددنا بقى في، خد معانا وقت جامد. وطبعا احنا طول عمرنا كان حسين اول ما يبدا، بحس ان هو كان اخ اكبر، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله، في ترومبيطه بتدق ورا، بالصلاه على النبي بالصلاه على الزين، فرقتنا حلوه وجميله، ونقول يا عين ونقول يا ليه، حصوه في عينك ياللي ياللي ما تصلي، وهكذا ونخش عليه افضل صلاه. طبعا الكابتن خطيب كان ليه صولات وجولات مع الجماهير، واول معرفه بيه هو كان في رايح يجيب الكتيب بتاعه عشان يوزعه على الجماهير ويوزعه على الناس، فقال لي تعالى معايا، ركبت معاه العربيه ورحنا دار الشعب وجبنا الكتيب، واداني حتى يجي 3 4 كتيبات، والله راحوا برضه هدايا الناس، رغم ان انا زعلت ان هو راح منهم، وبتمنى ان انا اجيب كتيب تاني، لان كان الكابتن احمد عفت بيعز كابتن الخطيب معزة جامدة جدا. نمط الجمهور، انا راجل بحب النادي الاهلي، بشجع النادي الاهلي وادعمه واسنده وقت ما يكون عايزني، انما كان زمان يقول لي كابتن خطيب او كابتن صالح عليه رحمة الله او كابتن طارق ساند فرقتك وقت ما تكون عايزك، انما ما دام الاهلي باسطك شجع براحتك وانبسط، احنا ابطال ابطال سوبر، تضربي دبل سكور، سيري قصاد سوبر مصري احنا 12 الغريم 4، في افريقيا احنا 8 هو 4. للنادي الاهلي عظيم عظيم بجماهيره بادارته بمجلس ادارته بجمعيته العموميه بالجمال بتاع القنوات بتاعته والناس الموجوده كلها. بالمناسبه اللي احنا فيها، حرمت العبك العبك ما تلعبنيش،
الاهلي البطل يا اخويا وغيره مفيش.